الإسكندرية المدينة الساحلية التي تعج بروادها في صيف كل عام، تغير فيها المشهد الصيفي المعتاد، والسبب القيود والأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري. سوق الأسماك الشهيرة يشهد انخفاضا في عدد المشترين وتراجعا حادا في أسعار الأسماك وسط انتشار الفيروس وإغلاق العديد من الفنادق والمطاعم. وقع الأسعار بالنسبة لموضوع كورونا إن في فنادق كتير ومطاعم قفلت، فالسحب بقى قليل، فلازم الأسعار تقع، ده على كله فاهمني، والناس خايفة تنزل من البيوت وكده، فلازم الأسعار تقع، مفيش كلام. الوباء حد من دخل كثير من الناس وأثر على السياحة سلبا، التي انعكست على أقدم سوق محلية للأسماك في الإسكندرية. صار الناس يشترون أنواعا من الأسماك أقل ثمنا بدلا من الأسماك الأكثر رواجا. السمك اتغير كتير بعد سوق الكورونا، يعني في أسماك قلت كتير والناس ما بقتش تاخد سمك زي الأول. معظم الاسماك موجوده بس ما فيش اقبال عليها كبير، لان طبعا انت فاهم الناس، يعني معظم الناس ما بتشتريش سمك، فبيضطروا يشتروا الانواع الاقل. يعني مثلا بدل ما الناس كانت بتشتري المياس والدينيس والقاروص والكلام من ده، بقت الناس تاخد البوري البولتي البربو كده، يعني الحاجات اللي هي ارخص واقل في الاسعار شويه. لم يشهد العديد من المصريين ولا سيما أولئك الذين يعملون في السياحة تحسنا في الظروف المعيشية بعد الانكماش الذي تزامن مع الانتفاضة الشعبية في البلاد عام 2011، ويخشى الناس من استمرار المخاوف التي خلفتها جائحة كورونا، مما قد يؤثر في حركة